يعني ثانية تعالينا وانا موسم الجن. التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، الشاغي الأصالة تستمر انطلاقات صباحية هذا اليوم، وشوطنا الخامس الذي يسير بحفظ من الله ورعاية الخاص بمنافسة الأبكار إلى المقدمة وإلى الصدارة الأولى، وهنا على المقدمة في هذه اللحظات في الصدارة الأولى ياتي ويتقدم شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم ومسري بن سالم بالعرتي الحبيري. هو الان اللي على المقدمه في هذه المنافسه، بينما في المركز الثاني الماسه لهجن الغرافه يضمرها مشاهدينا الاعزاء سالم بن عامر المدهوشي، بينما في المركز الثالث وتابع اللي قادمه هذه الشواهين لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد بن هيان، عيسى بن سعيد الخيالي يضمرها، بينما الشاهنيه لهجن الرياسه يضمر احمد بن مثل بن مايد الخيالي على المركز الرابع المركز الخامس. هناك نوادر سمو الشيخ سعيد بن مكتوم برايد المكتوم غانم بن مسفر بالقوبه اللي يضمرها ويتابعها، بينما وصلت اللي هي جمايل لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد بن هيان محمد بن سالم الهديلي يضمرها ويتابعها في التضمير على المركز السادس، بينما في المركز السابع هذه ظن محمد بن عبد الله بطير العامري يقدمها في هذه اللحظات ابو حمدان على المركز السابع، بينما في المركز الثامن اشوف اللي تقدمت على المركز الثامن هذه لان الشاهديه لجنى الرياسه يضمرها احمد بن مثرب مايد الخيالي. المركز التاسع عندنا اللي هي قادمه هذه المدينه عبد الله بن سعيد عبد الله الرميثي، وعاشرا اوصلت مدلل الرضاحي بيمعه بن تميم المهيري. هكذا هي النتيجة والنداء للعشر المراكز الأولى، وهنا لمسامعكم هذه الأسماء وهذه الشعارات. Yeah.
عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة الأولى، إلى صبا لاسم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ويتقدم في عملية التضمير بشري بن سالم بن عرطي الحبيري، بينما ناخذ الغدوم على المركز الثاني من الشاهينية، الشاهينية اللي هدنا الرياسة يضمنها أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، بينما الماسة الماسة اللي هدنا الغرافة يضمنها سالم بن عامر المدهوشي، ورابعا من وصلت وتقدمت هذه شواهين لازم الشيخ زايد بن ضعنون بن محمد بن قليفان هيان، يضمنها عيسى بن سعيد الخيالي على المركز الرابع، بينما في المركز الخامس وفي المركز الخامس عندنا اللي هي نوادر اسمه الشيخ سعيد مكتوم راشد المكتوم، غانم بن مسفر بالقوبة يضمنها، والشاهنية كذلك قادمة لهجن الرياسة يضمن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. هذه المراكز الأولى، هذه التحديات، وعودة من جديد إلى المقدمة وإلى الصدارة، عودة إلى البدايات الأولى. عودة إلى مقدمة الشوط وإلى صبا، صبا هذه صبا، صبا مسيطرة في مقدمة الشوط لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم مسري بن سالم بن عرطي الحميري. روح يا أبو أحمد روح مع هذه الانطلاقة الجميلة ما شاء الله وتبارك الله مع هذا الاندفاع، بينما في المركز الثاني، في المركز الثاني عندنا اللي هي شواهين اسمه الشيخ زايد بن طحنون بن محمد بن خليفه الهيان، عيسى بن سعيد الخيالي يضمرها ويتابعها. المركز الثالث، المركز الثالث عندنا اللي واصل الماسة، الماسة اللي هجن الغرافه يضمرها سالم بن عامر المدوشي، وفي المركز الرابع، المركز الرابع عندنا اللي هي الشاهنيه اللي هجن الرياسه احمد بن مطر بن مايد الخيالي يضمرها ويتابعها. ولكن نعود الى مقدمة الشوط، نعود الى الصدارة الاولى. راح مسري الى النقطة كم يا الليبي؟ النقطة الثالثة ولا الرابعة؟ النقطة الرابعة في هذا الاندفاع الجميل ما شاء الله وتبارك الله. مشكور يا مسري، مشكور، مشكور يا ابو احمد، مشكور على هذا الفوز وهذا الانتصار اللي يحققه لنا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء اللي هي صبا، صبا نعم تحقق الفوز والانتصار. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، وهنيه لمسري بن سالم بن عرط الحميري على هذا الفوز وهذا الانتصار ولحظه الوصول الى خط النهايه. تهانينا وناموس المركز الثاني. المركز الثاني وصلت الشاهنية لهجن الرياسة، المركز الثالث، المركز الثالث وصلت اللي هي شواهيل لاسم الشيخ زايد بن طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان. هكذا هي النتيجة للثلاث المراكز الأولى، 7 دقائق 48 ثانية.